مشاهدينا مشاهدي المصرية في كل مكان، أهلا بكم معنا ولقاء يتجدد يوميا وأسرة جديدة وسيدتي. والنهاردة معاكم أسرة يوم الاثنين على الهواء مباشرة، طبعا دعاء المحلاوي وسالي الهجراسي ورجاء إبراهيم، أهلا بيكم. أهلا بيك يا رجاء. كله تمام النهاردة، يوم جديد وحلقة جديدة من سيدتي. زي ما عودناكم هيكون معنا مجموعة من الأخبار والدراسات، وكمان هيكون معنا موضوعنا في نحو حياة أفضل، هو موضوع حول الزوج الشكاك. هيحدثنا حول هذا الموضوع دكتور عادل المدني استشاري النفسي. طبعا موضوع الزوج الشكاك، يعني موضوع الشك ده بتهيألي من المواضيع الصعب التعايش معاه، هنعرف ازاي نحل الموضوع ده، لكن بعد ما نبتدي باخبارنا ودراساتنا اللي دايما بنتمنى ان انتم تستفيدوا بيها. الحقيقه طبعا مصر بتعيش مرحله استثنائيه، كل يوم بنقول الكلام ده هوت بس بنعنيه فعلا، وان الانتخابات الرئاسيه مش مجرد حدث عابر او عادي في تاريخ مصر الحديث، ولكنه حدث مهم جدا جدا ان شاء الله يترتب عليه مستقبل افضل ومختلف لمصر وللمصريين، وخاصه اولادنا والاجيال القادمه. احنا مش بنبني عشان احنا بس، ولكن بنبني كمان لاكثر من 100 سنه قادمه. احنا بنرمي حجر الاساس في حياه مصر في العصر الحديث إن شاء الله في الألفية الثالثة. طيب، وفي هذا السياق طبعا كل الجهات وكل مؤسسات المجتمع المدني وكل الحكومات والمجالس المعنية بتحث المرأة، احنا هنتكلم عن المرأة النهاردة، للنزول إلى صناديق الانتخاب وإلى لجان الانتخابية والإدلاء بصوتها، ومحدش يدخر مجهود ومحدش يدخر أي وقت ولا حد يأجل من أول يوم من صباح 26 مايو بإذن الله كلنا نكون أمام اللجان الانتخابية. تلاوي بتحث مصر نساء مصر للنزول بكثافة في الانتخابات الرئاسية، ده العنوان الخبر اللي معانا. وحيث التفاصيل بتقول ان حست السفيرة ميرفة تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة السيدات المصريات الى النزول بكثافة للإدلاء بصوتهن خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تعد طبعا تجسيدا حيا لإرادة الشعب المصري وإثبات ان 30 يونيو ثورة شعب يتحتم على العالم بأسره احترام إرادته الحرة، كما حثت أيضا على وجه الخصوص نساء الصعيد بأسر بصفة خاصة على التوجه لصناديق الاقتراع واختيار رئيس مصر القادم. النساء قادمون، هو ده قرن السيدات، فأرجوكوا أرجوكوا أرجوكوا يعني استعدوا من دلوقتي ليوم 26 و27 مايو. إن شاء الله. الخبر الثاني معانا النهاردة وهو رجيم لإنقاص الوزن في الصيف. طبعا يعني لبس الصيف بيبين شوية الحجم الزيادة أو الوزن الزيادة طبعا، وكمان بتبقى الحركة فيه كتيرة، فبنحتاج نبقى يعني أخف وزنا. فعندنا رجيم لمدة أسبوع وبيساعد في التخلص من 3 ل5 كيلو، وهو الإفطار رغيف سن زائد بيضة مسلوقة أو جبنة قريش زائد سلطة زائد كوب جنزبيل بالليمون. الغداء في اليوم الاول والثاني رغيف سن زائد طبق سلطه مضاف اليها معلقه من بذور الكتان زائد 2 بيضة مسلوقه. اليوم الخامس اليوم الثالث والرابع رغيف سن زائد طبق سلطه مضاف اليه بذور الكتان زائد تونه مصفاه من الزيت. اليوم الخامس والسادس طبق خضروات سوتيه زائد 4 معالق رز وربع دجاجه ربع دجاجه مسلوق او مشوي زائد طبق سلطه. والعشاء طبعا للكل كوب زبادي زائد 2 ثمرة تفاح. جميل جدا. ده بيساعد في التخلص من 3 ل5 كيلو في الاسبوع. في الاسبوع الواحد. يعني هو لطيف في الموضوع يعني هو دايما ما نمشيش على دايت او رجيم غير لو بيكون معانا دكتور، لو هو هيبقى قاسي لدرجه ان هو ينزل من 3 ل4 من 3 ل5 كيلو في الاسبوع. 5 كيلو في الاسبوع ده كتير جدا. لكن المعلومه عن بذور الكتان، وهي بذور الكتان للي ما يعرفهاش هي اللي بيطلعوا منها الزيت الحار، فممكن مثلا تاكلوا الفول بالزيت الحار ده صحي قوي قوي سالي. صحي جدا جدا فعلا. انا من عاشقين للزيت الحار، بحبه. هو كمان هو له ريحه كده، طالما انت بتحبيه ده عظيم جدا. بتستعمليه؟ لا، مع الفول. مع الفول ومع الزبادي بعد الهواء. منين؟ مع الزبادي دي معلومة جديدة صح؟ مع الزبادي لأنه مفيد فعلا، مفيد خصوصا للسيدات. بعد الهواء تقول لنا جيبيه منين؟ أي الحاجات اللي هي القديمة مش ليها اسم سرجة. أيوة بالظبط، اللي بتعمل زيوت. منين برضه؟ هنعمل إعلان. هنروح من الرجيم ولسه برضه مع الرجيم، مش هنخرج بره موضوع الرجيم. والدراسة اللي معايا المرة دي بتتكلم عن وتحذر من عصائر الفاكهة أثناء الرجيم. على غير المتوقع أن في العديدين هم بيعملوا دايت أو بيعملوا رجيم بيشربوا، بيكونوا حريصين أن هم يشربوا العصائر الفريش أو يبتعدوا عن المشروبات الغازية ويتجهوا للعصائر الفريش. لكن الدراسة اللي معنا بتقول أن ممنوع استخدام أو شرب العصائر الفريش أثناء الدايت، لأن هي غنية جدا بالسكر والسعرات الحرارية.
الدراسة قالت ان المشروبات بتمثل 50% من السعرات اللي بتخش جسمنا. يعني الحاجات اللي احنا بنشربها لو اخترناها بعناية هنوفر 50% من السعرات اللي دخلنا. كمان بتؤثر على عملية الأيض والشهية وبتقلل زي ما قلنا من السعرات الحرارية. من العصائر اللي حذرت منها الدراسة هو عصير العنب. عصير العنب تخيلي بيدخل 160 سعر حراري. والدراسة قالت ان الافضل ان احنا نستبدل عصائر الفاكهة بحاجة بقى انا شخصيا بحبها جدا، عصائر الخضروات. ودي يمكن دي ناس كتيرة ما تعرفهاش، لكن فعلا ممكن نستخدم انواع من الخضروات. هو هنا في الدراسة ضرب مثل بعصير الطماطم مثلا وقال ان هو بيدي 40 سعر حراري. بحس انه من العصائر المظلومة، يعني هو عصير أنا بس انا بحبه قوي برضه. بس يعني بحب الطماطم بالبرتقال وطماطم وبرتقال بالجزر كمان. والجزر بحبهم بالجزر. في بقى حاجه جديده كمان، السبانخ بالموز. ورق السبانخ الفريش ممكن تضربوه مع الموز مع معلقه عسل، بجد والله طعمه حلو جدا. وسبانخ مليانه بالحديد. انت متاكده من اللي انت بتقوليه؟ انا متاكده، انا جربته. السبانخ بالموز ونجربه. طيب يعني بنحب السبانخ لوحدها والموز لوحده، انما الاثنين مع بعض نجرب. عصير لونه اخضر كده طعمه هايل، معلقه عسل وسبانخ مع البرتقال برضو عليها معلقه عسل بتطلع على مسؤوليتك يا سيدي. على مسؤوليتي الشخصيه تماما. جربت المهم ان عصير الطماطم فيه 40 سعر حراري، يعني نص النص. نص النص اللي موجود في عصير العنب، فهو افضل بكتير. وعصير البرتقال، ودي كانت المعلومه بالنسبه لي حتى انا جديده، ان 120 سعر حراري لعصير البرتقال اللي كل الناس وهي عامله دايت او عامله رجيم تشرب برتقال، لا بيدخل 120 سعر حراري، واللي هو طبعا عدد. بس مفيش قلق منه من عصير البرتقال خالص، لان فيتامين سي لما الجسم بيبقى مش محتاج الكميه اللي هو محتاجها بتخرج يعني مع اخراج الجسم. المشكله في السكر يا رجاء، المشكله في السكر. طالما سكر طبيعي مفيش قلق منه. وبعدين كل حاجه في الاعتدال. انا ده رايي، يعني هو افضل من العنب، يعني افضل من العنب. العنب سكرياته اقل منه ب 40 سعر حراري تقريبا. لكن الافضل ان احنا ناكل الفاكهه زي ما هي، لان فيها الياف، فبندي جسمنا الياف، وطبعا الالياف دي بتساعد على عمليه الهضم والحرق وكل حاجه. فبدل ما نشربها ناكل برتقاله وخلاص، او نعمل ده وده. يعني عموما الفواكه يعني ايا كانت يعني جنه الله على الارض، ناكلها نشربها نفرمها كلها حاجات ظريفه جدا. طيب وزراء الثقافه والاعلام والعاملون بالحقل الفني يضعون خريطة دراما المرأة. يمكن جرت العادة أن تقدم صورة المرأة في الإعلام أو في الدراما، سواء الدراما التلفزيونية أو الدراما السينمائية، بشكل سلبي. يعني النموذج الشائع هي الراقصة، هي القاتلة، هي يعني قليل قوي قوي لما بيتم تسليط الضوء على النماذج الإيجابية للمرأة. ده عكس تماما الواقع. فربما يكون آن الأوان أن يتم تغيير صورة المرأة في الدراما التلفزيونية وفي الأعمال السينمائية. ده بعد ما نظم المجلس القومي للمرأة مائدة مستديرة لوضع خريطة الدراما المقدمة عن المرأة المصرية، لأن خطورة اللي بتقوم بيه أو اللي بينعكس عن متابعتنا لصورة المرأة في الدراما أنه بيرسخ الصورة الذهنية السلبية عن المرأة. بمعنى أن اللي قاعد يتفرج عن مسلسل، اللي قاعد يتفرج على فيلم وشايف ان ده النموذج السلبي، على طول المخ بياخده زي الكمبيوتر بيعمله كوبي بيست بيطبعه، وتبقى هي دي النموذج، هو ده النموذج. مع الالحاح في تقديم هذا النموذج السلبي بيتم نوع من الفصل ما بين الواقع وما بين، وتصبح هي الدراما هي وكانها هي الواقع، وكان النساء في الدراما التلفزيونية أو في الدراما السينمائية هم دول الستات، هم دول واقع الستات بقى، قاتلات وشريرات وراقصات، ويعني مش عايزة أكمل آت 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 إلى آخره. وده عكس تماما تماما المرأة. يمكن النهاردة تحديدا يعني قبل الهوا على طول كنت في حوار كده مع زميلاتنا في غرفة المكياج، وكانوا بيتكلموا عن أحد المسلسلات اللي بتعرض حاليا على واحدة من القنوات الخاصة، وأتصور أنها عاملة معالجة مش ظريفة خالص خالص، مقدمة نماذج سلبية للمرأة. ده في نفس السياق اللي احنا بنتكلم فيه. فمن أجل ده ناقش الحاضرون فيما يتعلق بوزراء الإعلام والعاملون بالحقل الفني أسباب تقديم المرأة بصورة سلبية في الدراما وتأثيرها على الصورة الذهنية زي ما قلنا من لحظات لدى الرأي العام، وعلى انتشار مظاهر العنف ضدها. يعني ده كمان بيؤدي إلى نوع من التحفيز ونوع من العنف المكتوم ضد المرأة. مجرد ما يلاقي سبب، حتى لو سبب مش وجيه وسبب تافه جدا في أرض الواقع، هذا المخزون من العنف بيتم وجوده على طول. وده شيء خطير. اتكلمنا في حلقات قبل كده عن تأثير الميديا والبرامج على الأفكار الخاصة بالشعوب. ده كلام مهم جدا. يا رب إن شاء الله الدوائر المستديرة والاجتماعات والمناقشات وكل ده يطلع لنا بإذن الله بدراما متحضرة تقدم يعني واقع المرأة في كل ميادين الحياة، سواء يعني كل المجالات.
الخبر اللي عندنا دلوقتي مخصوص للناس اللي هم الموظفين اللي بيقعدوا على المكاتب لفترات طويلة وبيعانوا يعني بألام ظهر يعني ناتجة عن الأقعاد لفترات طويلة. والتخفيف العبء عن الظهر أثناء العمل تنصح الهيئة الألمانية للتأمين الاجتماعي بممارسة تمارين الإطالة التالية: يتم وضع اليدين على الكتفين بشكل متقاطع، أي وضع اليد اليمنى على الكتف الأيسر واليد اليسرى على الكتف الأيمن، مع مراعاة أن يكون الكتفين في وضع منخفض، وبعد ذلك يتم تحريك الكوعين لرسم دوائر في الهواء يزداد حجمها شيئا فشيئا، ولتحقيق أقصى فعالية ممكنة ينبغي على موظفي العمل المكتبي تكرار هذا التمرين بمعدل 10 مرات من حين لآخر. اعتقد ده حتى مفيد للناس كمان مش بس موظفين، في ناس كمان بيقعدوا فترات اللي بيستعمل اللي بيستعملوا الكمبيوتر كمان بفتره طويله، اللي هي المهن اللي بتعتمد على الكمبيوتر، شباب كتير كل شغلهم بيقعدوا بالعشر حتى في البيت سوق لعدد ساعات كبيره، ده مشكله برضو لازم يكون يعمل تمارين علشان خاطر يقوي العضلات. ده مهم عموما، الرياضه شيء مهم جدا، واحنا يعني ما فيش يمكن حلقه بتعدي غير بنتكلم عن اهميه الرياضه. نتمنى دايما ان احنا نلاقي اذان صاغيه زي ما احنا بنقول، وان تبقى الرياضه هي ثقافه للشعب المصري. هنروح من تمارين الحفاظ على عضلات الظهر الى دراسه اخرى. الدراسه دي اجراها بنك امريكي اسمه جولدمان ساكس، ويعني انا ليا تحفظ طبعا ان هو امريكي، اجراها على اليابان. وعنوان الدراسه بيقول ان بالنساء اليابان تستطيع زياده نموها الاقتصادي 13%. الدراسه بتاعت البنك الامريكي ده قالت ان لو اليابان زودت استخدامها للمراه في الوظائف المختلفه نموها الاقتصادي هيزيد 13%. كانوا عاملين احصائيه بتقول ان 2.5% كان استخدام المراه او منح المراه للوظائف سنه 2013 في اليابان، بينما كان مقابل ليها للرجل 80.6% من الوظائف للرجال. والدراسه قالت ان لو اتساوت فرصه المراه بالرجل في اليابان فان الناتج المحلي هيرتفع بنسبه 13%، خصوصا ان ده وفقا لكلام الدراسه ان اليابان من المجتمعات اللي عندها شيخوخه في السكان، يعني متوسط عمر الفرد، بعكس مصر طبعا، ان مصر دوله فتيه اكبر عدد سكانها من الشباب ويجب ان نستغل ذلك. اليابان مجتمع في شيخوخه بنسب عاليه، فيجب ان تستخدم المراه. لكن انا عندي تحفظ شويه ان بنك امريكي يعمل دراسه على اليابان ويقول ان اليابان لازم تدي فرصه بالتساوي. يعني دايما امريكا بتكون عندها فكره كده، والمؤسسات التقارير الامريكيه ان هي تطلع ان في هضم لحقوق المراه في اي مكان، لكن اليابان كدوله وكمجتمع وكثقافه عندهم قدر كبير جدا من الاخلاق يخليني اشك ان هم ممكن يكون عندهم نوع من انواع التمييز، عندهم اخلاق وتحضر وكل شيء جميل. والحقيقه كل ما هو امريكي لازم ايه نقعد كده نتامل مشكوك فيه يعني كل ما هو خاصه فيما يتعلق بالاقتصاد والسياسه، ما دون ذلك ممكن ناخده ايه ويعني محل نقاش، فنخلينا برضو واعيين. انا اضم تحفظي لتحفظك يا سيدي. طيب، ويبدو ان انتوا كل الاخبار اللي مع رجاء النهارده كلها اخبار متعلقه بالمراه والسياسه وكده، وده جميل رجاء ان احنا نصيرة المراه النهارده النهارده. طيب، في خبر كمان بيقول انه حقوقيات المراه المصريه ليست كتله انتخابيه فقط، ده العنوان. هو التفاصيل ممكن نبدا نتكلم فيها كتير، هي لها جزئيتين، جزئيه سلبيه وجزئيه ايجابيه. ربما تكون الجزئيه الايجابيه ان في حالة حراك مجتمعي، في حالة يعني تداول للأفكار كتير جدا جدا بيعيشها المجتمع المصري، حتى الناس اللي عندها صوت قليل أو نسبة قليلة برضو بتعبر عن آرائها، اللي ممكن تكون بتعبر يعني بنسبة قليلة جدا إلا أنها بتعبر عن آرائها بمنتهى الحرية، وده في حد ذاته أحد مكاسب ثورتين عاشها المصريين على مدار الثلاث سنوات المنقضية. الحقوقيات دول اللي احنا بنشير إليهم في الخبر هم الحقيقة عندهم تحفظات كتيرة فيما يتعلق بمرشحي الرئاسة المشير عبد الفتاح السيسي والسيد حمدين صباحي. شايفين ان كلا البرنامجين الرئاسيين او الانتخابيين، البرنامجين ما بيدوش للمرأة اي حقوق بشكل فيما يرضي الحقوقيين بشكل واضح، يعني ما فيش منهج، ما فيش خطة، يعني بنقول ان المرأة هي الام والمرأة هي الزوجة. شايفين ان ده مجرد كلام انشائي، مجرد كلام نظري لم يصل الى درجة التفعيل. طب هنعمل ايه بقى لهذه المرأة الام، وهذه المرأة الزوجة، وهذه المرأة الحاضنة، وهذه المرأة كذا وكذا وكذا. لهم حق طبعا، ولكن يعني خلينا نقول ان هم شايفين ان كمان حالة من الاستياء هم بيعيشوها، وده التحفظ اللي انا يعني اتصور ان ده جزء سلبي. مش وقت استياء خالص خالص، مش وقت اي يعني اي نوع من التحفز
احنا عايزين نعدي بالمرحله دي، كل واحد يقرا كويس قوي قوي برنامج الانتخابي لاي من المرشحين ويتوخى الدقه ما بين السطور، وكمان يركز على ما بين السطور ونوع الخطاب، مش بس الجمل الرنانه، كلنا نبقى بما فيهم انا كلنا تماما. وده بعديه بقى نبدا نتكلم عن تفعيل، لسه في انتخابات مجلس الشعب، لسه في قوانين، لسه في دستور ادانا كميه حقوق رهيبه جدا جدا جدا، بس بلاش نسبق الاحداث، خلينا نمشي ستيب باي ستيب. احنا دلوقتي خدنا مكاسب نفعلها ونستفيد منها ونبني عليها وما نستعجلش الامور. اتشاور ان شاء الله. احنا كده فقره الاخبار انتهت، هنروح نشوف تقرير وبعد كده نرجع للصالون.